هذا ودخلت فرنسا على خط أزمة الهجمات التي استهدفت البعثات الدبلوماسية في العراق مستنكرة التهديدات الأمنية الأخيرة، فيما طالبت الحكومة العراقية بتعزيز إجراءاتها حول المؤسسات الدبلوماسية الأجنبية. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قالت إن باريس أوضحت بشكل جلي مخاوفها حيال أمن البعثات الدبلوماسية في العراق، وأوصلت هذه الرسائل مباشرة إلى السلطات العراقية.